خليني اقول لحضراتكم برضو كابتن خطيب وسياده اللواء اركان حرب خالد شكري مش بس كده، لا كمان حرصوا على يعني تكريم بعض اسر شهداء القوات المسلحه والعديد من الابطال الرياضيين. خليني اقول لحضراتكم زي تكريم مثلا اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر ابن القوات المسلحه شهيد الواجب، وتسلم عنه والده الكابتن محمد عمر نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري الاسبق، درع ايضا الاهلي وشهاده تقدير، وكمان قام بتكريم اسم الراحل احمد محمد احمد ادريس صاحب فكره الشفره النوبيه، ده كان خلال حرب اكتوبر المجيده، وتسلم نجل شقيقه محمد ادريس درع الاهلي وشهاده التقدير، ده بالاضافه لتكريم العديد من الابطال الرياضيين زي كيشو فريال اشرف. يعني الموضوع مش بس هنا بنتكلم احتفاليه وخلاص، لا بتتكلم عن فخر، بتتكلم عن عزه، بتتكلم عن انتماء، بتتكلم عن وطنيه بيتوارثها جيل بعد جيل. فمصر فعلا يعني ام الدنيا بشعبها مختلف الفئات جيشها وقيادتها، فده شيء كلنا بنفخر بيه. وكمان الاهلي دايما بيدي دروس في الوطنيه، لان هو بنتكلم ان هو مؤسسه داخل جمهوريه مصر العربيه العظيمه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. احنا ده شعورنا المؤكد ان احنا جزء كبير من النسيج الوطني اللي موجود في مصر. النادي الاهلي طول عمره كده وبيستمر في اداء دوره كده. الحمد لله يوم جديد، يوم جميل في استمرارنا في احتفال بنصر اكتوبر العظيم اللي كلنا يعني اجيالنا اللي ربنا كلنا يعني ربنا يطول في اعمارهم ليهم. نصر اكتوبر دي اللي لمسه جميله قوي في حياتهم، يعني احنا يعني كلنا يعني بنحس بالفخر وبالاعتزاز كمصريين وعرب بالذكرى العظيمة لأكبر انتصار في تاريخنا الحديث نصر أكتوبر العظيم. احتفالات أكتوبر دي كل سنة ما بتت يعني ما حدش بيزهق منها، حاجة احنا بتيجي علينا بنحس بذكريات جميلة وحاجة فيها كده فخر وعزة نفس. أنا والدي واحد من اللي حاربوا من 56 لغاية 73، عندنا في البيت عشنا كل الفترة دي من 67. كان والدي بيحارب في حرب الاستنزاف، وفاكر لما كان بيجي لنا كل شهر مره من الجبهه، وفاكر لما جه في يوم في الراديو طلع وطلب من المذيع انه يهدي لي انا ابنه يعني اغنيه ابنك يقول لك يا بطل هات انتصار. وطبعا فاكر يوم الحرب نفسها الساعه 2 واحنا كلنا واقفين على السلم بنكلم بعض الجيران والناس كلها والناس اللي بتزغرط وكده. حرب اكتوبر هي حرب العزة والكرامة وفخر لكل واحد مصري عاش الفترة دي. انا كان عندي 7 سنين في الوقت ده، لكن فاكر كويس قوي كل الاحداث. عندي ابن عمتي شهيد في الحرب دي طيار، عندي عمي حارب في الحرب دي، وابويا طبعا الله يرحمهم جميعا حاربوا في الحرب دي. النادي الاهلي قدوة ونادي وطنية، وبعدين درع واقي للكرة المصرية كلها بالكامل. وبعدين انا الدفعة 50 كلها حربية، يعني 77 سنة دمي أحمر، دمي النادي الأهلي. نشكر النادي الأهلي شكر وافر، لأن هذا التقليد تقليد جميل جدا وبيسري حب الوطن، وبنتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي. وبنشكر مجلس الإدارة ممثل في السيد رئيس مجلس الإدارة، بنتمنى له التوفيق إن شاء الله. الحمد لله احنا لينا عمر كتير قوي في النادي الأهلي هنا، والنادي الأهلي طول عمره محترم وبيحترم الناس، وخاصة طبعا ضباط القوات المسلحة القدماء اللي هم ضحوا في سبيل الوطن. احنا بنقدم له الشكر الجزيل لجميع من قاموا بهذا الحفل، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. فكرنا بزمان وأيام زمان وأيام الحرب العظيمة اللي كان فيها تلاحم للشعب كله، يعني بصراحة الشعب والشرطة والجيش. نتمنى في ظل القيادة الجديدة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ربنا يكرم برضو شعب مصر يبقى زي ما هو وكله بروح اكتوبر ان شاء الله. احنا بنشكر كل اعضاء النادي الاهلي اللي شرفونا النهارده في الحقيقه في احتفالات اكتوبر المجيده. وفي الحقيقه الشكر موجه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي كان حريص على تنظيم احتفال يليق بمكانه هذا الاحتفال، وهو ذكرى اكتوبر المجيده في الحقيقه اللي هي ستزال وما زالت وسوف تكون في المستقبل هي محل فخر وتقدير لكل أبناء مصر، ليس فقط لكل أبناء مصر ولكن أيضا لكل أبناء الوطن العربي.